أحب حضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل مع فقرتنا الأولى من برنامجكم ساعة صبحية الحقيقة هنتكلم على موضوع مهم جدا وعن هيئة بتعتبر من أقدم الهيئات في وزارة الزراعة وهي الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية هنتعرف على دور هذه الهيئة في التنمية الزراعية في مصر وإيه اللي بتقوم به من أجل خدمة المزارعين لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الفقرة السيد المهندس محمد فوزي حمد المشرف على معامل خصوبة التربة بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية برحب بحاجة بشمهندس وأيضا أرحب بالسيد المهندس عمر عاكف عبد الحفيظ أخصائي التغذية وأخصائي فحص النماتودة بالهيئه برحب بحضرتك بشمعص انا سعيد ان انتم معايا النهارده احنا بحضرتك باشمهندس محمد الهيئه العامه لصندوق الموازنه الزراعيه من اقدم الهيئات في وزاره الزراعه خلينا نعرف المشاهدين بهذه الهيئه ودورها في التنميه الزراعيه تمام هي حضرتك الهيئه بدات انشائها في 1960 كانت اساسها حضرتك على اساس ان هي دعم الاسمده مم. فلما ابتدت الدوله تتوجه لرفع دعم الاسمده ابتدينا نتوجه ان احنا ندعم الفلاح بس طريق غير مباشر مم. عن طريق ان انت تعمل له منتجات جديدة بأسعار زهيدة بس ده هو, ده هو ما زال في دعم الأسمدة ما هو, هو حضرتك الموجود دعم بسيط يعتبر دعم أوه اللي هو نقل الجبس أخد بال حضرتك ده مم النقل نفسه مم إحنا بندعم نقل الجبس نفسه حضرتك مم وبندعم اللي هي الري قصب السكر مم ده الدعم اللي موجود فعلي لغاية دلوقتي الدولة قائمة على على كاهلة وعلى عتقة أخد بال حضرتك بس فهي الهيئة دلوقتي حضرتك توجهت إنها توصل للمزارع منتجات بأسعار زهيدة مم ابتدت الهيئة تشتغل في. مخصبات احيائيه عباره عن بكتيريا مايكروبيولوجي بتعمل لي تثبيت لاسود الجوي، بتعمل لي اذابه للفوسفور، بتعمل لي تيسير للبوتاسيوم. ودخلت في المعامل زي ما اتكلمنا حضرتك في المره اللي فاتت عن معامل خصوبه التربه وفائدتها بالنسبه للمزارع وان المزارع مجرد ما انه بيبدا حضرتك بيبدا يتعامل مع التربه بيحلل، التحليل ده بيفيدني في ايه؟ ان انا اعرف المخزن اللي موجود عندي في التربه العناصر ده اللي موجوده في التربه موجودة. ايه الناقص ايه والزائد بالزبط ايه والزائد ايه واتعامل معاها ازاي بطريقه علميه آه سليمه م. بحيث ان انا اوفر في كميات الكيماوي اللي انا بحطها م. لان زياده الكيماوي اللي انا بحطه طبعا زي ما انت عارف حضرتك بتبتدي تعمل لي مشاكل ثانيه من حيث زياده القلويه وزياده الملوحه أكيد. والصرف وفي الصرف بهدر كميه كيماوي كتير على فكره ثقافه تحليل التربه دي للاسف مش موجوده عند المزارع ويريد برضو يكون لك دور في توعيه المزارع واحنا في قناه مصر الزراعيه وانا الحقيقه في برنامجي حتى صوت الفلاح دايما بقى اناشد الفلاحين اي مزارع يسال المقرر السمادي اقول له او بيعمل مزرعه جديده اقول له اعمل تحليل للتربه ده ده تحليل التربه ده, تحليل ده زي كان انا بعمل تحليل دم الانسان عشان اشوف ايه اللي عنده بالظبط عشان اقدر اديله العلاج المظبوط ده غير تحليل ده هو الدم. ده اللي احنا عاوزينه يعني على, شا... على فكره ده في مصلحه الفلاح طبعًا. لان ممكن الفلاح لما يعمل تحليل تربه ممكن يلاقي نفسه ان في اسمده معينه هو بيضيفها التربه مش محتاجها محتاجة. فانت توفر على نفسك علشان احنا مش عاوزين الفلاح يشتكي يقول انا بتكلف كذا واسمده وكذا بالعكس انت بتضيف اسمده التربه مش محتاجاها وبتعمل لك تاثير سلبي على على, على النبات نفسه. وعلى التربه نفسها تمام آه. فهو حضرتك زي ما بقول لحضرتك يعني بالنسبه للتحليل م. انا بيفيدني في ايه؟ بيفيدني من ان انا عرفت المخزن ده بتاعي ايه وضعه ايه وحاله ايه م. في نفس الوقت انا بدي بقى كميات الأس... الاحتياجات السماديه بتاعتي م. على القدر اللي محتاجه الزرع بالظبط فيبقى زي حضرتك زي ما حضرتك بتقول تحليل دم لا بالعكس م. ده انت بتروح دلوقتي لاي دكتور م. اول بادئ زي بدي بيقول لك روح حلل عشان صح؟ يعرف صح؟ الجسم فيه صح؟ ايه بالزبط. اي دكتور دلوقتي في اي تخصص بالزبط. حضرتك بيقول لك روح حلل لان في تشابه دلوقتي في اعراض الامراض حتى في اعراض الامراض م. حتى عندنا حضرتك في الارض في تشابه في الاعراض ما بين المرضيه وما بين التغذيه فبيبقى في تشابه في الاثنين فبتبص تلاقي حضرتك م. عندك اعراض نقص غزة تروح لاي مكان او اي محلات مبيدات او اي محلات م. غير م. متخصصه او متخصصه حتى يدي لك حضرتك غذاء يدي لك مبيد يقول لا ده انت عندك نا. يعني حضرتك حاجه زي نقص العناصر الصغرى فيها مشاكلها مشاكلها اخد بال حضرتك بتعمل ايه مشاكلها بتديني اعراض زي الاعراض المرضيه مم. فبالتبعية ان انا لما ابتدي احلل اعرف الارض بتاعتي اخبارها ايه واحوالها ايه مم. دي النو... النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا للفلاح ان احنا عندنا 28 معمل على مستوى الجمهوريه مم. منهم ثلاث معامل في البحيره مم. اه طبعا في دمنهور انها تعتبر متراميه الاطراف والظهير الصحراوي بتاعها كبير اخد بال حضرتك عندنا في دمنهور عندنا في قريه ال 10000 عندنا في وادي النطرون مم. وبكده بنقول له اهلا بيك في اي وقت تيجي للمعامل بتاعتنا وتبتدي تحلل وتعرف وبتقول لك المشاكل بتاعتها ايه وتبتدي تديك التوصيات السماديه والتوصيات تمام ديك. تمام تمام باشمهندس عمر الفلاح هيحلل يعني ياخد العينه ازاي ولا انتوا في مهندسين من عندكم بياخدوا العينات ويحللوا هو احنا طبعا بيبقى عندنا في عربيات في كل معمل م. تمام ومهندسين طاقم مهندسين, مهندسين وطاقم فنيين سواء عايز هو يخلي العربية تتحرك له لحد عنده تمام بنظير أجر بسيط عشان خاطر بس اللي طبعا اللي وضع طبيعي وبنبتدى ناخد العينة بطريقة علمية م. أو لو هو مش متيسر بالتليفون ممكن يقولى أنا عايز أجيب لحضرتك عينة م. وحضرتك بقول له إن ياخد بطريقة إزاي مم. بيبعد عن الطريقة بيبعد عن الشجرة قد إيه أو الشجيرة قد إيه. خلينا نقولها دلوقتي يعني, يعني كمعلومة إرشادية آه هو كمعلومة إرشادية إحنا بنحاول إن إحنا بنفحص عناصر تمام إحنا عندنا التربة نفسها قطاعات مم. بنتكلم في قطاع 30 سم و60 سم فلو إحنا عايزين نعرف العناصر الغذائية اللي موجودة بنحفر مثلا ما بين 30 و50 سم تمام آه بعيد عن الشجره بحوالي متر عشان م. نعرف ايه آه نبقى نوصل لمنطقه الشعيرات الجذريه تمام واللي هي بتمتص اصلا الجذر يبقى احنا كده عارفين المنطقه اللي احنا هناخد منها دي هي المهمه بالنسبه لنا في كمية العناصر بتاعتها م. بحيث ان احنا نبقى عارفين النبات ده هياخد قد ايه او واصل له قد ايه من المخزن بتاع التربه تمام تمام وبناخد بنقلب القطاع الحفره دي اللي هي 60 سم او ال 50 سم من فوق لتحت بحيث ان احنا شملنا كل القطاع من فوق لتحت وبرده بناخد حوالي كيلو من التقليب م. تمام وبيروح بقى بيتجه بيه للمعمل في نفس اليوم نحاول في نفس اليوم آه بنحاول ان احنا بقى ايه نبتدي ندخلها الشغل عندنا بحيث ان هي ايه و وتطلع النتيجة, النتيجة بعد قد ايه ؟ يعني على حسب العينة اذا كانت ويت آه مبللة او رطبة بتاخد لها مثلا حوالي م. اسبوع 10 ايام مم. علشان تجف وبعد كده نبتدي ناخد منها ال 10 سم وال5 سم والحاجات بتاعتنا احنا بقى دي آه. يعني مثلا يعني النتيجه تطلع بعد يوم بعد اثنين بعد في اسبوعين حاجات, بقى. بقى. في حاجات بعد اسبوعين بعد اسبوعين اه, آه. آه. مم. في حاجات بتبقى بعد 48 ساعه مم. <applause> زي النماتوده وفي حاجات بتوصل لاسبوعين مم. على حسب التكفيف بتاعها مم. هل عندكم تحليل ميه كمان؟ تحليل ميه اه ميه في نفس اليوم ممكن ده اتفضل يا باشمهندس هي سمع. في تعقيب بسيط بس, بس حضرتك هي بالنسبه للاخذ العينه مم. في في حاجتين نوعيتين مم. نوعيه بالنسبه للخضار مم. ودي بيهمني فيها اللي هي زيوت ما انا كنت لسه هسأل آه هي يعني هل آه العينه آه بتختلف من محاصيل خضار اكيد في اكيد محاصيل حقليه آه آه محاصيل بستانيه تمام حضرتك بالنسبه للمحاصيل الخضار مم. انا كل اللي يهمني في الطبقه 30 سم لان مجموع الجزر بتاعه ما بيزيدش عن ال 30 سم فباخد العينه حضرتك بعمل حفره حفره 30 سم وببتدي اخد حضرتك العينه بكحت حتى الطبقه السطحيه من حوالي 3 سم الاولانيين اساس ان طبقه الملاحه اللي فيها من كتر الميه حضرتك وببتدي بقطع قطاع زي ما اكون بقطع بسكينه كيكه وباخد الطبقه دي في حدود كيلو مم. الكيلو بحطها في الكيس وبكتب عليه العينه في عينه ثانيه بالنسبه لو انا عندي اشجار بقى حضرتك مم. وعايز اعمل اعمل مأسة. لو عندي اشجار اخد بال حضرتك ببتدي من خمسه لو في خم... عندي مثلا 100 فدان فببتدي مش ممكن هاخد من 100 فدان من كل فدان عينه، م. لا ده انا بعمل قطاعات. م. القطاع عباره عن ايه حضرتك؟ عباره عن متر في متر في متر. م. بكل خمس فدادين بعمل القطاع ده. م. بعمل ايه بقى حضرتك؟ زيرو 30 و 30 و30 60 على اساس ان انا طبعا الشجر بيمتد معايا ممكن لمترين وثلاثه الجدر بتاعه الوتني تمام بس انا ما يهمنيش فيه غير 0 30 و 30 و30 60 60 90 دي بتهم الهيئه البحثيه. م. اللي هو يشوف بقى طبقه الجذور آه، طبقه الزلاطية آه. او طبقه آه. رمليه او طبقه صماء يبتدي م. يبتدي بيهمه فيه، انما المزارع بيهمني فيه ان انا اعرفه الطبقه 030 و3060 باخد العينتين دول حضرتك بكل خمس فدادين وحسب عرق الارض، يعني لو عندي 10 فدادين العرق واحد فيهم ممكن اخد العينه اعمل القطاع ده ل 10 فدادين، لو القطاع متغير او العرق بتاع الارض متغير انا ممكن كل فدان اعمل فيه قطاع، م. حسب طبيعه التربه عندي وحسب مم. الوضع بتاعه نقطه ثانيه مهمه بالنسبه للتحليل للمزارعين عامه اللي هو بيجيب بنفسه العينه اخد بال حضرتك نقطه نقطتين مهمين مم. النقطه الاولانيه انا ما بجيش من مكان فيه سباخ واجي اخد منه العينه طبعا. او في كيماوي اخد منه طبعا ده تحيز. انا بدي تضليل تضليل آه. للارض تحيز اه, آه. ونقطه ثانيه حضرتك ما اجيش من عند المراوي واخد العينه مم. لان لو خدت من عند المراوي الارض تعتبر مغسوله فمش هتديني نتيجه بردك مضلله ليا فانا باجي من الاماكن اللي هي فيها الزراعه او من قلب الزراعه نفسها لو الزراعة موجودة عندي مم. او خضار باجي من نص الحوض واخد اخد العينه ما اجيش من ناحيه المكان اللي فيه المروه او ما اجيش من ناحيه اللي هي حضرتك فيها السباخ البلدي او او الكيماوي او انا حاطط كيماوي واجي اخد من عينه دي نقطه الأخذ العينه بالنسبه ليها او بسهوله بالنسبه للمعلومات مهمه جدا طب لو انا بنشئ مزرعه جديده انا لسه ما زرعتش يبقى زي ما قلنا حضرتك بقى ببتدي بقى اعمل القطاعات القطاعات لحضرتك تمام يعني انا عنده 1000 فدان أو. يبقى انا حضرتك بمعدلي ممكن اعمل كل 10 فدادين اخد القطاع م. بالنسبه لي لو الارض كلها مستويه واللاند بتاعي مفتوح، اخد بال حضرتك ممكن اوصل ان انا اخد قطاع لكل 10 فدادين وممكن اخد عينه سطحيه من من كل من كل خمس فدادين. العينه دي حضرتك زي ما قلنا المره اللي فاتت تكلفتها 100 جنيه. م. فانت حضرتك لما تصرف مثلا ملايين على شراء ارض مش هتستخسر فيها 100 جنيه ل 10 فدادين 100 جنيه كلام ل 10 فدادين يعتبر انت حضرتك حطيت حضرت 10 جنيه لكل فدان آه. فمش آه. تكلفه ما تقدرش آه. بالنسبه لي حضرتك تكلفه فيه آه. دي نقطه لا احنا مش بصرف النظر عن التكلفه احنا والقيمه احنا خلينا نبص العائد اللي ال هيفيد ال انا هدفع ده. 100 جنيه أنا هستفيد قد إيه؟ صح آه. وهيبقى وح... طريقي صح ومفتوح آه. للطريق بالزبط. إزاي؟ بالزبط. إن إن أنا هقول له لا أنت إيه الأرض دي تصلح معاها زراعة إيه؟ الأرض دي تصلح معاها خضر، مع تصلح معاها محاصيل حقلية، تصلح معاها محاصيل بستانية. ده في البداية. أساسي... أه من أول ما يعني بعد حضرتك ما تحل يعني كمان مش ب... بتديله خريطة زراعية. تمام من حيث آه. إن أنا حضرتك بقول له من الأول أرضك دي طريقها إيه؟ ملحيه تقدر تعالج الملوحه ازاي؟ آه ضعيفه او م. فقيره تقدر تعالجها وتدي تدي الغذاء بتاعها وتحط ايه الامكانيات اللي انت تحطها ليها توصل بيها المهد ان هو الزرعه تبتدي تشتغل فيها او الشتا تبتدي تشتغل فيها او الشجره تبتدي تمشي فيها بطريقه سهله وفي نفس الوقت بفضل معاك لغايه ما بتثمر بتسمر معاك في الشجر وبتابعك بعد كده بيبقى في متابعه من المهندسين عندنا متابعه مباشره بحيث ان انت بيقول لك وتتعامل ازاي زي حضرتك ما بتعمل زي ما قلنا حضرتك الدكتور بيحلل وبيكتب لك الروجيتا وبيسيبك للصيدليه احنا عندنا حضرتك عندنا الدكتور وعندنا الروجيتا المنتج وعندنا المتابعه المتابعه والصيدليه يعني خدمه متكامله متكامله بالنسبه هي خدمتها متكامله فعشان كده يبقى يعني احنا على اساس ان احنا بردك ما نستفدش بطريقه كبيره عن التحليل زي ما اتكلمنا عشان المره لا بس دي نقطه مهمه اكيد يعني لو اكيد وصلنا يعني لو قعدنا الحلقة يعني مش هنخلصها والله ان الفلاح ن... يقتنع انه لازم يعمل تحليل للتربه بتاعته دي مهمه قبل الزراعه قبل الموسم الزراعي أيوة. او قبل او المستثمر يعمل تحليل للتربه قبل بدايه المشروع تمام يبقى احنا نجحنا أكيد ده مهم اكيد ده مهم وفي نفس الوقت حضرتك انت بتعمل ايه انت لما بتخليه يحلل هو بيحلل في السيزون كامل م. بالمئة جنيه دي يعني م. بالنسبه للفلاح م. بالنسبه للمستثمر لو عنده شجر ممكن على سنتين يعيش بيها سنتين م. لو عنده الشجر م. انما بالنسبه للفلاح طبعا بيبقى بيغير الزرع بيقلب الزرع مرتين في السنه ولا حاجة ولا فبالنسبة له ما تعتبرش مبلغ ما كل... ده م... ده يبقى ده عارف انا اللي... انا انا اعتبرها دي بال100 جنيه خدمه آه. مجانيه مجانيه آه. ما هي ده اللي آه. حضرتك اللي آه. بنعتبر ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا م. بنحاول ندي معلومه للمزارع وندي خدمه للمزارع باجر زهيد جدا طب في مناطق الاستصلاح الجديده تشكى العوينات هل عندكم برضو معامل اخر بريبة. 28 معمل احنا هد... بس يا طبعا لا احنا عندنا اسوان أوه. اخر معمل عندنا يعتبر يعني في المنيا غرب غرب المنيا ما آه. هي آه. دي مناطق آه. الاستصلاح اللي هنا المنيا عندنا فيها. هو الباشمهندس آه. عمر كان م. مدير المعمل في فتره سابقه <applause> كان مسك المعمل بتاع المنيا نفسه م. معمل المنيا هل القوى مش... البشريه يا باشمهندس عمر طبعًا. تكفي طبعًا. للخدمه الكبيره طبعًا. اللي قال طبعًا. عليها الباشمهندس محمد طبعا. يعني عدد نعم. المهندسين عدد الفنيين بالضبط آه بالضبط أيوة جالنا فترة كده كنا كان بيجوا لنا شركات بتعمل تحليل تربة عشان هيزرعوا صنف معين مثلا مم. زي بصل مم. تمام في أي في كان في أول يوم رمضان والناس طبعا متعودة طبعا كموظفين أو حاجة زي كده بيحبوا يريحوا أول يوم بتاع عايزين يفطروا في البيت مش عايزين. بس ده مش صح إحنا يعني. احنا, اشتغلنا <applause> إحنا اشتغلنا الشهر كله مم. ولا ما فيش توقف علشان خاطر نحاول ننجز للشركه دي شغلها ونحاول ان احنا احنا قمنا بوظيفتنا وشغلنا هو مش صح طبعا ولكن جاري العرف يعني <applause> مم. رمضان بقى <applause> كان ولكن احنا طبعا طالما في شغل بيبقى لازم طبعا نشتغل ما فيش يعني عندكم الأعداد كفايه المنسي طبعا المنسي كفايه طبعا بحيث طبعًا. ان الخدمه بتؤدي كانوا بيجوا لنا لو حتى الساعة يعني بنقعد بنقعد كنا بنقعد لحد الساعه 4 و5 أو و8 أو بالليل مم. مم. اه لا ما فيش مشكله طب انا عاوز مثال دلوقتي نوضحه لاهالينا في المزارعين في كل المحافظات آه آه تحليل معين جالكم وانتوا لقيتوا فيه يعني العناصر السماديه موجوده وكده والمزارع مصر برضه انه يحط سماد هل بت يعني بتقابلكم الحالات دي أكيد حضرتك في بالذات يمكن أنا حضرتك إلى حد يعني ما في محافظات إيه بالظبط؟ يعني إلى حد ما في قبلي برضه حضرتك في تفتح في تفتح أوه. بس في بعض بعض الناس يعني أنا يعني مش بعيب عليهم ولكن أوه. هو خوفه على الزرعة يخليه إن هو حريص عايز يعني أوه. حاجة أه أو أه أو والقلق القلق وخوف إن هو لو أوه. أقول له يعني حضرتك حاجة في حاجة مخصب بحياة اسمه فوسفورين الفوسفورين ده حضرتك عبارة عن كيس 200 جرام ده بيوفر لي حوالي 50% من التسميد الفوسفاتي في الأراضي الرملية أوه. وممكن اوصل في الاراضي الطينيه لغايه 60 و70% من تسميد الفوسفات، ليه؟ لان الارض حضرتك الفلاح بطبيعته كريم جدا مع الارض في السوبر فوسفات. بيرمي بكميات، يعني لو بيتقال له مقننك ست شكاير ببص الاقي رامي 12، مم. يعني في ناس انا كنت لسه في معرض اجلو الكس حضرتك مم. اللي فات ده آه اخد الفلاح انا بقول له المفروض مثلا في البطاطس انت بتحط 10 شكاير مم. بيقول لي انا بحط طن. Yeah. يا <applause> <applause> والله حضرتك قلت لي ليه ليه يعني ليه الطن ليه انت السوبر فوسفات حضرتك مشكلتنا فيه مشكلتنا فيه بيتحول من الصوره الاحاديه اللي هي سهله الامتصاص في التربه مجرد ما بترميه في خلال ايام قليله من يوم لليومين بيتحول للصوره من الصوره الاحاديه للصوره الثلاثيه والخماسيه طب انا بحلل التربه الاقي الفسفور عالي جدا ابص على النبات الاقي نقص العنصر موجود عليه طب الوضع ايه كان في يعني بقى الله يرحمه الدكتور احمد نبيل كان في جامعه الازهر مم. عمل منتج اللي هو الفوسفورين ده مم. عباره عن بكتيريا بتكسر لي ما بين التربه وما بين الفوسفور بحيث يبقى الفوسفور حر معايا طول ما في طول ما في حضرتك زراعه وطول ما في ميه في نشاط زراعي مم. موجود الفوسفور حر معايا والبكتيريا شغاله ونشيطه معايا مم. انا شلت الزرعه الفوس... البكتيريا بترجع لعددها الطبيعي اللي موجود مم. في التربه ويرجع مم. تاني التثبيت بتاع الفوسفور فانا مجرد انا بقول له خد الكيس ده 200 جرام هيوفر لك حوالي لو انت بتحط 10 شكاير سوبر فوسفات هتحط خمسه م. في التسعينات كانوا يهزقوا م. او يضحكوا بقى انا كيس 200 جرام هحطه يطلع لي اشيل بيه مداله خمس شكاير م. فين وفين حضرتك سنه والسنه اللي بعديها واللي بعديها ابتدى بعد ما كنا بننتج مثلا حضرتك نص مليون كيس بين نوصل لمليون ومليون ونص و2 مليون كيس برضه فسفوريين. مش كفايه ما هو ده حسب ما وصلناش للهدف اه اه ما هي ما وكان بيبقى مع مع فترات التقاوي اللي هي فتره توزيع التقاوي مم. ان انت بتوزع مع التقاوي زي حضرتك زي القمح زي القطن زي الحاجات اللي هي المحاصيل الحقليه اللي الناس بتشتغل فيها على مستوى الجمهوريه كلها مم. سواء في ابلي او في بحري فابتدينا ابتدينا فهمنا بعد ما فهموه هو بنفسه والله في المعرض السنه دي في منهم انا كنت عارضهم لي انا عايز اشتريه اقول له انزل المعمل عندك المعمل في اسكندرية وروح خده مني لي لا انا عايز الموجود دلوقتي مم. مم. فقلت له اخر يوم تعالى خد اللي انت عايزه مم. طب كويس يعني بدا الناس يبقى عندها عندهم فهموا طيب. وعرفوا آه حضرتك آه يجوا عندنا آه يجوا عندنا آه وان كان عندنا يعني يعني الى حد ما يعني لان بردك ديك ذات اليد في عمليه الدعم بالنسبه للهيئة بيخلينا حتى الكيس واحنا بقى مش عاوزين النقطه دي بس فهي دي بنحاول نحاول, نحاول على قد ما نقدر ننتج ان احنا هو حضرتك آه كل اللي بيستعمل المنتج بتاعي او بيستعمل المنتج بتاع الهيئه بيشكر بشكر غير عادي آه آه في المنتج من جوه فانا بقول له انت يهمك المنتج ما يهمكش التغليف الخارجي التغليف الخارجي الى حد ما انا بحفظ بس بيه المنتج بتاعي او بحفظ بيه الحاجه فانا بوصله لك فهو حضرتك بيجي بنفسه والله في حضرتك دلوقتي بقينا نيجي وبعدين التغليف برضه ما هو له علاقه بالتكلفه اكيد طبعا ما هي حضرتك الت... ما هي طبعا احنا يعني. عامل التكلفه على قد ما نقدر بالشكلات بالشكليات قوي ما هي دي دي, دي اللي يهمنا الجوهر الجوهر, الجوهر. ايوه والنتيجه ايه يعني صح. وبعدين صح. نجرب وانت بتاخد من جهه بحثيه علميه تابعه لوزاره الزراعه تمام. بتاخد منتجاتها لازم تكون مطمن اكيد على الاقل لان في جهه هتقدر ترجع لها لو في مشكله لكن ما مشتريش ما منتجاتي من اي مكان وبعدين تحصل مشكله وعند في النهايه هتلجأ لوزاره الزراعه تقول الحقوني انا جبت مبيد فاسد جبت مبيد غير فعال أزاني. جبت مثلا عناصر غذائيه غير فعاله ودفعت لا انت بتاخد من جهه مضمونه ده مهم قوي طب خلينا نتكلم على انواع الاسمده بقى يعني تمام. اتفضل باشمهندس احنا عندنا هو الباشمهندس محمد فوزي طبعا عنده سمادين بطيء الذوبان يقدر يتكلم عنهم احنا عندنا برضو في شق تاني اللي هو الرش لا انا الورق. انا بصفه عامه يعني انا عاوز اقسمها اسمده سريعه الذوبان سريعه الذوبان وبطيئه الذوبان اه ورش ورقي اه ورش ورقي طب جميل. نقول انواعها يعني هي حضرتك إيه؟ احنا طبعا أوه. احنا زي ما قلنا في معامل هي الهيئه ليها ثلاث اكثر من محور اخبر حضرتك قلنا محور التحاليل في محور اللي هي المخصبات الاحيائيه اللي هي الميكروبيولوجي م. وفي محور بقى المغذيات المغذيات بتت... بتتوجه لطريقين م. طريق اللي هو الرش الورقي مجموعه من مركبات كثيره م. في منها المتكامل آه، عناصر صغرى وعناصر كبرى وعناصر نادره في منها عناصر صغرى بس في منها عناصر كبرى بس في منها باودر اخد بال حضرتك اللي هي بدائل الاسمده ودي موجود منها آه، مركبين موجودين هنا انا م. يمكن اشرح لحضرتك شرح خفيف عنهم انا اخد بال حضرتك فبدائل الاسمده دي مركب الانسيابين ده م. مركب الانسيابين ده يعتبر من المركبات السحريه م. احنا حضرتك اشتغلنا بيه من حوالي من التسعينات وكان يعني من فضل ربنا كنت من اول ما بداوا ينزلوا ويعرفوا الناس بالمنتج ده. اخد بال حضرتك؟ الانسيابين ده عباره عن ايه؟ ازوت بطيء الذوبان 40%. يعني كل 100 كيلو بيديني 40 وحده. م. طب انا بعمل بيه ايه وبيفيدني في ايه؟ بيفيدني حضرتك ان انا لما باجي بزرع بحط وحدات الازوتيه كلها م. في الارض مع الخدمه بحيث ان انا ما بتعبش بعد كده في انا احط ازوت طول السنه، لو بزرع خضار بزرع عليه زرعتين. <applause> لو بزرع شجر يبقى طول السنة مش هحط أزوت في الأرض خالص بحيث طيب انا ايه فائدته العائد المادي بتاعه او العائد الفائده العلميه اللي بتعود على الفلاح منه؟ مم. احنا حضرتك طبعا عارف ان اليوريا، واخد بال حضرتك اما بن... اما بنبتدي نشتغل بيها مم. هي لان ده 40% فاليوريا اللي قريبه منه 46%. مم. اليوريا مجرد ما بنفتح الشكاره بيطلع لي حوالي 25% منها فائد اللي هو الـ مم. آمونيا. مم. شقة الامونيا، شق الامونيا، الغاز بتاعه بيطلع. مم. النقطه الثانيه لما بحطها في الارض وابتدي أ... أ... اروي بيتغسل حوالي 50% مم. يبقى انا عندي كل 100 كيلو بخسر حوالي 75 كيلو. مم. طيب ده فائدته ايه كمان؟ انا حضرتك نقطه تانية ان انا ده بحطه بقى مع الخدمه وبغطي مم. عليه التربه يبقى اول ما جدر النبات بيطلع بيقابلني الازوت. مم. عكس المر... المركبات مم. العاديه انا بحط المركبات من فوق وابتدي احط الميه تبتدي تنزل اول مم. ما بيقابلها جدر الحشيشه لان ما فيش ارض عندنا الحشائش مش موجوده فيها. فاللي بيستقبل الغذاء وبيستقبل الازوت النجيله او مم. النباتات العشبيه تمام فيبتدي الجدر الشجره بتاعتي على او النبات بتاعي على ما بينزلوا بينزلوا جزء مم. بسيط طبعا انا ده هيوفر الفلاح ايه انا عاوز ده. في النهايه ترجمها لفلوس تمام. سريعا عشان وقت زي بي 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 بيوفر حضرتك للمزارع حوالي حوالي ما يقارب ما يقارب 1000 جنيه في في الزرع ليه يا حضرتك احنا ده بنقولنا احنا سي مثلا حاجه زي القمح بياخد حوالي 200 200 كيلو ازوت مم. لو حسبناه حضرتك من النطرات مم. هياخد حوالي آ آ آ س س س س س ست شكاير مم. ست شكاير الست شكاير خمسه خمسه القمح بياخد ثلاثه يوري او خمسه نطرات هو حضرتك بياخد حوالي مم. حوالي مم. 75% مم. 75 وحده ال 75 وحده لا لو جه من اليوريا اربعه لان اليوريا 47% مم. فيبقى اربع شكاير مم. من النترات بيحط خمسه لسته اخد بال حضرتك تمام فبيبتدي انا بوفر بالمنظر ده انا لما بحط الست شكاير دول في متوسط 250 جنيه 1000 ونص في زرعتين 3000 جنيه مم. انا هنا لو حطيت ال 200 ب 3000 طب فايدتي ايه؟ ان انا اديت وحدات الازوت من بدايه الزراعه لغايه ما ون... بيجمع والنبات استفاد بيه والنبات بيه. اللي استفاد منه استفاده مباشره والانتاج بتاعي بيبقى افضل واعلى تمام بيجي الازوت حضرتك عذرا نقطه بسيطه بيجي الازوت في موس في ساعه الازهار والعقد انا ما اقدرش احط ازوت مم. يجرمز لي الثمره يوقف لي نموها يخلي الثمره تبقى فيها عيوب وتشوهات انا دي بيديني الازوت عن طريق ان انا مجرد ما بحط الميه ما بيطلعش الازوت بعد ما بحط الميه بيبتدي والميه الحره الزياده او الميه الزياده بتخرج يبتدي الميه الحره يبتدي يشع فيها الازوت يستفيد منها تمام النبات تمام باشمهندس محمد تمام باشمهندس عمر النماتودا ومشاكلها هل احنا عندنا خريطه للاصابات المتودة في مصر هي لا هي بقت منتشره على كل انحاء الجمهوريه في كل المحافظات آه. انا احنا عندنا وحده فحص للنماتوده في كل معمل على مستوى الجمهوريه وناس متدربين جيدين وطريقه شغل محترمه جدا ويعتبر ارخص عينه بتتحلل في مصر يعني 35 جنيه العينه يعني كانك ما عملتش اي حاجه 35 جنيه دي فطبعا بنحدد كميه الاصابه مم. معدل الاصابه عامل ازاي مم. وبنحدد الاجناس كمان اللي بتصيب مم. سواء تعقد سواء حلزونيه سواء مم. كلويه سواء كنجرية ابريه كذا جنس تمام مم. بنحدده وبنحاول عندنا كمان حاجات معينه كمبيدات وحاجات بكتيريا كمكافحه لل مبيدات فنجة. يعني هي هي مش مبيدات قوي أوه. على قد ما بدأ هي بدائل مبيدات بدائل مبيدات بالظبط كده اه طبعا حضرتك بتوصي بيها بعد التحليل طبعا أوه. طبعا وبتجيب نتائج جدا اه دي جداً. دي مهمه حاجه حاجه جميله م. جدا وموفره جدا أوه. يعني المبيدات اللي عندنا هنا في السوق المصري عشان تكل عشان تقول انا ارخص حاجه كلفتها للفدان مش اقل مثلا من 700 800 جنيه م. م. وبتوصل لالافات للفدان الواحد طبعا اه عندي جيركن اه عندي جيركن بكتيريا ثلاث سلالات بكتيريا مم. بيقضوا على النيماتودا تماما والجيركن يعملوا 200 جنيه مم. فده في حد ذاته ويكفي فدان ونص في حد ذاته ده حاجه مبهره طبعا, طبعًا. في عالم النيماتودا يعني مم. ونضيف سواء انت عايز بتصدر مثلا محصولك للشركات الشركات الكبيره مفيش متبقيات مفيش متبقيات السنين ده بكتيريا بكتيريا نافعه شيء آه. رائع الحقيقه النهارده فقره مهمه قوي عن الهيئه العامه لصندوق الموازنه الزراعيه ومنتجاتها اللي هي مضمونه بنسبه 100% ويمكن احنا ركزنا كمان في الفقره على تحليل التربه تحليل التربه ثقافه يجب ان تكون موجوده عند كل مزارع هتوفر مجهود، هتوفر وقت، هتوفر فلوس، هتحصل على روشته خاصه بالأرض بتاعتك، العناصر السماديه، البرنامج السمادي اللي انت تستخدمه في المحصول بتاعك علشان تحصل على أعلى انتاجيه. في نهاية هذه الفقرة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر سيد المهندس محمد فوزي حمد المشرف العام على معامل خصوبة التربة بالهيئة بشكرك جدا بشمهندس محمد وأيضا الشكر الجزيل للمهندس عمر عاكف عبد الحفيظ أخصائي التغذية وأخصائي فحص النماتودة بشكرك جدا بشمهندس عمر فاصل قصير والفقرة الثانية إن شاء الله هتكون عن الهوية الوطنية والانتماء للوطن بعد هذا الفاصل